مساء الخير. الجيش السعودي يدمر صاروخا باليستيا فوق جازان في جنوب المملكة العربية السعودية، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يقول إنه أطلق لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان. الصدر يدعو لائتلاف حكومي واسع ويكثف لقاءاته في بغداد. يذكر أن عدد الكتلة البرلمانية المزمع تشكيلها يجب أن لا يقل عن 166 نائبا لتتمكن من تسمية رئيس الحكومة المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالقلق من إمكانية تحول اجتماع القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة إلى إحراج سياسي. الإمارات تمنح المستثمرين الأجانب نسبة تملك كاملة في الشركات وتمنحهم تأشيرات عمل تصل إلى 10 سنوات في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.